السلام عليكم اي ثما ديسما، مرحبا بكم في القناه تي في نادور. تشكاري كنوات تاسخو ضفا القناينو اكن وحفظ سيدي ربي العالمين، وتشكاري الاخواني جان داخل الوطن وخارج الوطن اكن وحفظ سيدي ربي العالمين. وقبل ما تحسمي فيديويا نيغ الخبارة تمني ان شاء الله وتتوث بولي لايك ديج البارتاجي الاخوان اني وازرين بور خبارة. امر بدينا الاخوان مازال عاد اقن عاد كسبتاد مليليه ارغي ازمنت ان شاء الله نشين من منظره قدوم تذنيني ان شاء الله ما مشقان الصحافه من اسبانيا قوسانا قيني اختهاردن تهاردن خ الحدود البحريه جا المغرب اسبانيا التاس من الصحافه من اسبانيا اقن قضى ازمن الحدود البحريه جا المغرب اسبانيا اضازمن نهار واحد دي شهر 11 2021 واحد نوفمبر هذا مدينير المصدر يجين الصحافة اسبانيا خل الحدود جا المغرب اسبانيا. يجرؤ بعض عمال مراسل السفينة ووكالات جمارك في جزيرة الخضراء على توقعي انه في 1 نوفمبر بعد انتهاء حالات طوارئ مقررة في المغرب بسبب كوفيد سيأتي فتح الحدود البحرية. يعني كتقول هاد الصحافة نهار 1 نوفمبر غادي يفتحوا الحدود البحرية ان شاء الله، غادي يحلوا حتى المعبر ما بين مليلية والنادور. داكشي اللي كنتمناو الاخوان ديالي، كنتمناو يحلوا المعبر بين مليلية والنادور وسبتة بين تطوان ان شاء الله باذن الله. يعني المغرب ما بقى والو يساليو حالة الطوارئ، يعني شهر 11 غادي يساليو حالة الطوارئ. أمني دقين دي الصفحة يجن الصفحة اقتراس داني تم اسبانيا قين دايس هاد كمرن شهر 11 هتف كمرن حالة الطوارئ هتي كمر المغرب زي السنية هتيري العلاقات تم قران جا اسبانيا ذي المغرب هذا أزمن الحدود البحرية، ما يازم الحدود البحرية ان شاء الله ضازمن حتى خيضان اتفنتاز في خيضان زي النظار ارمليلية ان شاء الله زي السنين الغزان من غقين مدار النخذايم ما اتفنتاز في عادي وها ما تقن فيزا الله اعلم بعلم الله. قلني غم مجدون قاغر بدا مليلية ثقان الطاس المراقبة ثقان الطاس كاميرا ثاني دي السيستيم وذاف شنت من ان شاء الله الفرج الفرج هتف انتذف عادية. يلا السلام عليكم ريس تعطي نغني ان شاء الله الى ديوس اميغوس اوترودية.